نرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من كيبورد ونبدأ بعناوينها. هاشتاج أم المختطف يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. الصحفي أشرف الريفي يفوز بجائزة أفضل تقرير صحفي عن قضايا المرأة في سوق العمل. صورة لمهاجرات يمنيات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. سناب شات يحاول الاحتفال بيوم المرأة فيثير غضب النساء. وضيفة فقرة الاستضافة الكاتبة والشاعرة مليحة الأسعدي. أهلا بكم. احتفى العالم ومعه اليمن باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس في كل عام. الاحتفال بهذا اليوم هو للدلالة على احترام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وكالعادة امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من التهاني بهذه المناسبة تحت هاشتاج اليوم العالمي للمرأة. كثير شاركوا في هذا الهاشتاج، فخلونا نشوف. مثل ما شفتم التفاعل كبير والمنشورات كثيرة، لكن اخترنا بعض المنشورات حول المرأة اليمنية تحديدا في ظل الظروف الحالية. مثلا هنا نقرأ منشور للصحفي أحمد هزاع الذي ينقل معاناة المرأة اليمنية في ظل الانقلاب. أحمد يقول: صورة متناقضة في اليوم العالمي للمرأة باليمن في ظل فاشية ميليشيا الحوثي، إذ كثير منهن تعرضن لقذائف الموت بشكل مباشر وبعضهن للتعذيب النفسي بسبب بقاء فلذات أكبادهن في سجون الميليشيا معرضين للانتهاكات والتعذيب. الواقع لا يخلو من مقاومة في ظل هذه المعاناة، وبشكل دوري تنظم أمهات المختطفين عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن. في الجانب الآخر يبرز الوجه الأكثر قبحاً للميليشيا باستغلاله للمرأة وإظهارها بشعاراته وسلاح الكلاشينكوف في وضع استعداد للمشاركة في معارك الانقلاب. هاشتاج بعنوان أم المختطف أطلق بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة ويستمر حتى عيد الأم. الهاشتاج دشنته رابطة أمهات المختطفين، الأمهات اللواتي يعانين أشد المعاناة بسبب اختطاف فلذات أكبادهن. نشوف مع بعض التفاعل مع هذا الهاشتاج.
انتشرت صور لمهاجرتين يمنيتين احتجزتهما الشرطة الكندية خلال محاولتهما اللجوء لكندا هرباً من أمريكا بسبب قرارات الرئيس الأمريكي والتي تعرض الكثير من المهاجرين للطرد. أثارت هذه الصور سخط ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وكتبوا الكثير من المنشورات المستنكرة للحادثة والمتعاطفة مع الفتاتين. اخترنا لكم بعض هذه المنشورات ونبدأها بمنشور للأستاذ خالد الرويشان. أستاذ خالد يقول: اطمئن، أنت في كندا. القبض على فتاتين يمنيتين حاولتا دخول الحدود الكندية، أوصلتمونا إلى هذه الحال. ولعلمكم هذا يحدث لأول مرة في تاريخ اليمن. هذه بركاتكم أيها الانقلابيون. هل تشعرون بالأسف؟ لن تشعروا بالطبع، نعرفكم. تشردت في عهدكم البلاد والعباد، ملايين خرجوا من داخل البلاد وملايين يتمنون الخروج. في الواقع بسببكم يتمنى شعب بكامله أن يصبح لاجئاً في كندا، هناك وفي أسوأ الأحوال لن يموت جوعاً. لا يجب أن يقلق أحد على الفتاتين، ستجدان العدل والأمان والاستقبال المحترم، لكن القلق، كل القلق على 30 مليون يمني في اليمن على حدود الموت جوعاً بلا مرتبات. يتساقط اليمنيون جوعاً وقتلاً وقهراً كل يوم. منشور آخر لسارة أحمد ربطته بيوم المرأة العالمي وقالت: كل عام والمرأة بسلام ليعيش العالم بسلام، كل عام وعيناك يا سيدتي وطن. منشور آخر لمحمد التويجي يقدم شرح لما حدث. محمد يقول: يمنيتان احتجزتهما الشرطة الكندية خلال محاولتهما اللجوء للبلاد هربا من أمريكا بسبب قرار ترامب ضد المهاجرين والذي شمل 7 دول بينها اليمن. هناك مهاجرين آخرين وليس فقط اليمنيين الذين توجهوا إلى كندا. ولا أعرف هل الاحتجاز لإجراءات قانونية تمهيدا لقبول اللاجئين أم رفض الطلب، لأن الموقع الإنجليزي الذي نقلت عنه لم يقدم تفاصيل كاملة وإنما تعريف لصور اللاجئين الذين احتجزتهم الشرطة. الصور لوكالة رويترز وتعود إلى أواخر فبراير الماضي. فاز الصحفي اليمني أشرف الريفي مدير تحرير صحيفة الوحدوي بجائزة أفضل تقرير صحفي حول قضايا المرأة في سوق العمل في المنطقة العربية والتي نظمها الاتحاد العربي للنقابات. ونال الزميل أشرف جائزة المركز الأول عن تقريره بعنوان: المرأة اليمنية قصة حياة في مواجهة. مبارك عليك الفوز يا أشرف. احتفلت مؤسستا وجوه للإعلام والتنمية وسلام للاستجابة الإنسانية والتنمية بصنعاء وبدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليوم العالمي للمرأة بمشاركة كبيرة من النساء العاملات في المجتمع المدني والوسط الأدبي والثقافي والشابات المتطوعات في المبادرات الشبابية وآخرين. وتعددت فقرات الحفل الفني بين حفل خطابي وفني وتوقيع إصدارات أدبية لثلاث أديبات يمنيات هن نادية الكوكباني وانتصار السري ونبيلة الشيخ وأمسية شعرية لعدد من الشعراء الشباب، كما تضمنت عقد حلقة نقاشية لمناقشة رؤية النساء في بناء السلام وإثرائها. كما أطلقت خلال الحفل حملة 1000 وردة للسلام للعام الثالث على التوالي. خلونا نشوف صور من هذه الفعالية. الأسبوع الماضي تكلمنا عن الطفل بائع السمسم وصورته عند باب المدرسة، واليوم بفرح نزف بشارة، فمحمد عاد إلى المدرسة. سمير النمري في منشور له أرفقه بصورة الطفل قال:
بفضل جهود الخيرين الذين تمتلئ بهم اليمن، تمكن الطفل محمد الذي نشرنا صورته الأسبوع الماضي من دخول المدرسة. ها هو يتوسط زملائه وتعلوه ابتسامة الانتصار العظيم. أطفال اليمن أذكياء ويحبون التعليم، وواجبنا معهم أن نكون بجانبهم اليوم ليكونوا عونا لنا في الغد. محمد تمكن من دخول المدرسة بعد التقاط صورته من الرائع عبد المغني العباسي، لكن عشرات الآلاف من أطفالنا لا زالوا خارج أسوار المدارس، فلنقف إلى جانبهم بما نستطيع. سعيدة لأجلك يا محمد، وأتمنى لك التوفيق، وأتمنى لكل الأطفال المحرومين مثل حظك. الآن ننتقل لمشاهدة صور من حفل افتتاح المعرض الفني الأول من نوعه لإعادة التدوير لفريق كونتراست ديزاين ستوديو الذي أقيم في غاليري صنعاء للفنون التشكيلية. جدا. كرمت مؤسسة البيئة والقانون التنموية مدير شرطة كريتر العقيد فضل علي ناجي بجائزة الشيخ عمر بنافع أبو حاتم. رئيس المؤسسة قال إن اختيار العقيد فضل للتكريم جاء نظير الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة مدينة عدن وأهلها هو وبقية أفراد شرطة كريتر، ونتائج هذا الجهد الملموسة في كريتر وعدن بأكملها. شكر وامتنان لأصحاب الأعين الساهرة التي تحرسنا وتحرس الوطن. احتفالاً بيوم المرأة العالمي، أضاف تطبيق سناب شات 3 فلاتر جديدة تعبر عن 3 رموز نسائية عالمية، هن العالمة ماري كوري والرسامة الشهيرة فريدا كالو والناشطة في مجال الحقوق المدنية روزا باركس. المشكلة أن الفلاتر أثارت جدل بين المستخدمين بعدما تبين أنها تعمل على تفتيح لون البشرة وتغيير لون العيون وتضيف أحمر شفاه، ما اعتبروه تناقضاً مع المعنى الحقيقي لهذه المناسبة، وزي ما يقولوا جاي كحلها عماها. فقرة فيديوهات الأسبوع نستفتحها بفيديو ساخر لشركة روابط بعنوان رسالة من الحكومة اليمنية لترامب. This is a message from the government of the Republic of Yemen. No, wait. We actually have 2 governments. 2 wonderful, amazing, perfect governments. So let's just say that this is a message from we, the people of Yemen. This is to you, Mr. Trump. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Ivanka's father and the president of the most powerful country on earth. We know that you are working very hard to make America great again, and we welcome you to Yemen. We know that you love Yemen to death, and we wanted to let you know that we are touched by your love every day and night, literally.
First, we would like to advise you to disregard the videos from Denmark, Germany, Portugal, and Switzerland. Sad, terrible, awful videos. Don't watch them. They're just bad. They have nothing but cows. What else can they offer you rather than tasteless cheese? We in Yemen have the best cheese in the world. Dicey cheese. It goes great on hamburgers, goes great with grilled cheese. You'll love it. You will absolutely love it. We, the people of Yemen, do not long for anything, and everything is available here. You have Trump Tower, and we have the first skyscrapers ever built. Lately, we have built the Al-Madina Tower. I mean, it's not that tall, and it's not plastered in gold, and it doesn't have big, beautiful Trump written across the top. But with God's will, someday, it will have all three, okay? We would also like you to know that we have started building a big, beautiful wall between our country and the surrounding countries of the Gulf. We did this to stop their refugees and immigrants from... مقطع آخر لمواهب يمنية. نختتم الفقرة بأغنية لإحدى المواهب اليمنية كذلك. يا منيتي يا سلام خاطري وأنا أحبك يا سلام، ليش الجفا ليش تجرحني وأنا أحبك 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 يا سلام، يترنم على البال عشيق قمري الروبه على غصن السلام، يترنم على البال عشيق قمري الروبه على غصن السلام، ذكرني بأحبابي ذكرني بأصحابي أنا ذكرني بأحبابي. وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفتنا اليوم الكاتبة والشاعرة المليحة مليحة الأسعدي. مليحة أهلا بك. أهلا بكم. الله يحييك. مستعدة نبدأ الأسئلة؟ بالتأكيد. أوكي نبدأ. السؤال الأول، أوصفي نفسك بكلمة. مليحة. شخصية تأثرتي بها؟ كثيرة، ليست شخصية واحدة فقط. طيب سمي لنا على الأقل واحدة. شخصياً ربما الدكتور عبد العزيز المقالح، البرزوني، كثير شعراء يعني نزار قباني. تمام. لماذا خفت صوت مليحة الشاعرة؟ لماذا؟ خفت صوت مليحة الشاعرة؟ لم يخفت، لكن ربما كانت استراحة محارب بسبب الظروف التي تمر بها البلد. لدي مجموعة شعرية الآن أعمل على طباعتها، لكني لم أتمكن من إرسالها إلى دور النشر ككثير من الأديبات اللواتي خدت أصوات من هذه المرحلة بسبب الظروف. فعلا. ما هو نوع الشعر الذي تميلين له في الكتابة عادة؟ في الحقيقة أنا أكتب جميع أشكال الشعر الفصيحة، سواء عمود أو تفعيلة أو مؤخرة بدأت أخوض قليلا مجال النشر.
تمام. ايش حكاية اشعار ابن الفارض والشعر الصوفي في الفترة الأخيرة؟ ها ربما نحن نحتاج إلى نوع من الاستراحة التي ننفض بها عنا عن غبار الحرب التي نعيشها أو الأحداث المتعبة، فنحن بحاجة لشيء من الأدب والأدب الصريح الصادق الجميل الذي يدخل إلى الناس. استراحة روحية يعني؟ بالتأكيد. ما الذي تريدين قوله من خلال عملك ونشاطك الإنساني مؤخراً؟ أنا شخصياً الإنسان أولاً، ربما هذه هي الرسالة التي أود أن أوصلها للجميع، سواء بالأدب أو بالشعر أو حتى بالنشاط الإنساني العام في مؤسسة سلام. الإنسان أولاً، يجب أن نعلي من قيمة الإنسان حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه حالياً. الإنسان أولاً، أسمى رسالة. هل لديك اهتمامات أخرى وقدرات إلى جانب الكتابة؟ أنا بالأساس شاعرة، ربما لدي اهتمامات بسيطة في مجال الرسم، في مجال الكتابة القصة القصيرة، ربما الكتابة الصحفية البسيطة، لكن بالأساس أنا مركزة على مجالي الأساسي وهو الشعر. طيب، هل واجهت مليحة الشاعرة أي تحدي مع مجتمعها في اختيار نمط حياتها الخاص؟ أنا بالأساس من بيئة معروفة بأنها بيئة قاسية في محيط صنعاء، لكن للأمانة حتى أكون صادقة، المجتمع ككل يدعم المرأة، ونحن فقط من يدعي أو ربما من نطوق حول أنفسنا هذا السياج. ما إن تبدأ المرأة باتخاذ خطوة ناحية الأمام حتى تجد آلاف الأشخاص ممن حولها ممن يؤكدون ويدعمونها في خيارها أو في نجاحها إذا ارتضت لنفسها النجاح. كلام جميل. طيب مليحة، أكثر سؤال يزعجك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل الاجتماعي؟ مالها؟ أكثر سؤال يزعجك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ها، أكثر سؤال يواجهني هو أنت اسمك مليحة فعلا ولا لقب؟ أها. طيب مليحة، ما الذي يفرحك؟ الحياة تفرحني، عودة الحياة إلى اليمن ربما. بالمقابل ما الذي يحزنك؟ الحرب. ماذا عن طموحك؟ أجلة حياة الإنسانة مليحة أو الباحثة أو الشاعرة تباطأت كثيرة في المرحلة الأخيرة، كما تباطأت كثير من الأمور في حياتنا. شخصياً طموحي أن أكون أديبة حقيقية في المجتمع، تقدم شيئاً يليق بهذا الوطن الجميل. توصل إلى العالمية في الأدب إن شاء الله. في سؤال من المعدة تقول فيه مليحة؟ نعم. في سؤال واصلني من المعدة تقول فيه: قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ هل في ناسك في حياة مليحة؟ لا يوجد ناسك متعبد إطلاقا، كما لا يوجد مليحة بالنقاب الأسود. تمام. إذا قبل ختام المقابلة، هذه أبيات الدارني، أبيات معروفة جدا، وكان الهدف منها تسويق بضاعة أكثر من كونها أبيات تهدف إلى مليحة بعينها. فعلا. تمام. قبل ختام المقابلة، إيش رأيك تقرأي علينا بيتين أو مقطع مفضل لك من كتاباتك؟ ربما سأقرأ الأبيات المتاحة في بين يدي حاليا، وليست هي المفضلة، لأني لا أفاضل بين أبنائي. يمتد بي وجعي فأهرب من زماني والمكان، لعاصم اليوم الحزينة بلدتي، تتوشح الموت المخبأ في مسامات الأمان. لعاصم اليوم الشكوك تشف عن شرخ سيقصم ظهر قافلة الأمان الخضر، سوف يسير من بين الأصابع أو سيطلع من تمائم صمتنا العار الذي وسعته كل مشاجب الدنيا لعلق بالدمار هاجي بلادي، والبلاد عزيزة، وبقدر صبري عزيزتي حتما سينبلج النهار، ولسوف ينبلج النهار. على قولة أخوتنا الشاميين، يسلم تمك. تسلم كثير. شكرا كثيرا. إذن الكاتبة والشاعرة اليمنية، تمنياتنا لك بدوام التوفيق. شكرا لك. ولكم كذلك.
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. ننتظر تفاعلكم معنا مجدداً عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء. في عالم من غريب المعالم، كيف الطريق؟ ذكاء. مش كثيرة يعني. 164.